بارك الله فيكم. السائل يقول الشيخ صالح: هل الإنسان الذي لا ينصح الناس ولا يرشدهم ويترك الأهل يفعلون ما يفعلون من الأخطاء، وإذا كان لا يستطيع أن ينصحهم ماذا يفعل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر لا بد منه، إما باليد إذا كان له سلطة، أو إما باللسان إذا كان يقدر على ذلك بأن يبين الخطأ ويوجه إلى الصواب والطاعة. فإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا، فإنه ينكر المنكر بقلبه بأن يبغضه وينفر منه ومن أهله ويبتعد عن أصحاب المنكر. ونصيحة الأهل والإنكار عليهم والأولاد من باب أولى. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهو يبذل ما يستطيع ويقوم بما يقدر عليه من النصيحة والإنكار والتوجيه والإرشاد. وأما أنه يهمل ولا ينكر المنكر فهذا أمر خطير يخشى على صاحبه من العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما وعد بالنجاة لمن ينكر المنكر ويدعو لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما الذي لا ينكر ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر وهو يقدر على ذلك فإنه متعرض للوعيد الشديد، لا سيما إذا كان هذا في أولاده وأهل بيته، لأنهم أمانة في عنقه ورعية تحت ولايته وهو مسؤول عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.